مساء الخير. النهاردة هنتكلم عن عالم من علماء المسلمين الأجلاء، سيرته وحياته الحقيقة مثل يحتذى به، ولكن كتير مننا نسينا، أو لأننا يمكن في عصر تدفق معلومات صعب أن احنا نفتكره. النهاردة هرجعه لذاكرتكم وأفكركم بعطائه في دقايق، ومش هاخد من وقتكم كتير. أهي سلوا صيامكم. البتاني هو بطلميوس العرب، عالم الفلك والجبر وحساب المثلثات. اتولد في قرية بتان التابعة لمدينة حران سنة 858 ميلادية. سافر مدينة الرقة ودرس مؤلفات بطلميوس. عاش حياته العلمية متنقلا بين أنطاكيا ومدينة الرقة، وأنشأ مرصد كبير في أنطاكيا، رصد منه الكواكب والأجرام السماوية، وتوصل نتائج على فكرة مذهلة أعجبت العلماء كلهم، وفضلت الجداول الرياضية بتاعته من أهم المراجع حتى أوائل القرن الثامن عشر الميلادي. الحقيقة بتاني هو أول من أدخل مصطلح الجيب في علم حساب المثلثات، واستنبط القانون الأساسي لاستخراج مساحة المثلثات الكروية، ده سابق لعصره كتير بهذا النوع من العمل. استطاعت عبقرية هذا العالم أن تحل العمليات الحسابية وتضع نظريات بطرق جبرية وليست بطرق هندسية فقط. الحقيقة بيعد كتاب زيج الصبي من أهم مؤلفات البتاني جميعا، وضع فيها نتائج رصاده للكواكب الثابتة وجداول الأجرام اللي شافها، وأجمع علماء أوروبا على التفوق بتاع البيتاني على عالم بطلميوس، وتخليدا له سميت إحدى مناطق القمر على اسمه. توفي سنة 929 ميلادية قريب من مدينة الموصل في العراق.